من جديد أهلا بكم مشاهدينا. أعلن تياري مارياني النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي أنه سيزور نظام الأسد غدا الثلاثاء، وأشار إلى أن وفدا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيلتقي مع مسؤولين اقتصاديين وسياسيين وثقافيين تابعين للنظام. والجدير بالذكر أن ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تؤيد نظام الأسد وتدعم الدور الروسي في سوريا على حد قولها. التقرير الآتي والتفاصيل. هل تعلم أن صعود اليمين المتطرف يثير الذعر في أوروبا؟ إنهم القنبلة الموقوتة التي قد تفجر النموذج الديمقراطي الأوروبي، وهم باختصار نموذج الكراهية والتمييز والفاشية والإقصاء والتهميش. أما الآن فعليك أن تعلم أن معظم رموز اليمين الغربي المتطرف يرى في نظام الأسد نموذجا للحكم السلطوي، وقد يكون ملهما لهم، خاصة أن هذه الأحزاب تتبنى الفكر العنصري والاستئصالي، وستعبر هذه الرموز عن حبها ودعمها المطلق لنظام دمشق. كثيرة هي الزيارات اليمينية المتطرفة إلى قصر المهاجرين، وفي هذه الأيام يزور وفد من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا نظام الأسد. وأعلن تيار مارياني عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب ووزير النقل السابق في عهد نيكولاي ساركوزي أن الزيارة تتضمن لقاءات مع مسؤولين سياسيين واقتصاديين وثقافيين حسب قوله. يبدو أن الوفد اليميني الفرنسي يتفاخر بزيارته إلى دمشق، مثلما يتفاخر النظام باستقبالهم، مع العلم أن معظم الدول تتحاشى أي ارتباط مع جماعة اليمين. إلا أن النظام الذي تطرف في تدمير بلاده وقتل شعبه يجد ضالته مع متطرفين غربيين يقولون إنهم أعداء الحركة الصهيونية، لكن لا مانع لديهم من طرد المهاجرين العرب والسود للحفاظ على العرق الأبيض الأوروبي، وكذلك لا مانع لدى النظام من قمع شعبه وتشريدهم وتحويلهم إلى حالة لجوء في المنافي. كم عدد المرات التي تغزلت ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا بالدور الروسي في سوريا؟ وكم عدد المرات التي أثنت بها على نظام دمشق ووصل بها الحال إلى أن أطلقت على الربيع العربي بالشتاء؟ وعلى ذكر الشتاء، فإن موسكو أمطرت بدعمها السخي لتمويل حزب لوبان في الانتخابات الإقليمية والرئاسية الفرنسية سنة 2017، ناهيك عن دعم روسيا للأحزاب اليمينية في اليونان والمجر وألمانيا. حتى إن قوى اليمين المتطرف في فرنسا أنشأت موقعا إخباريا مؤيدا لنظام الأسد لنشر صور مشوهة عن الثورة السورية. مماذا يتذمرون؟ ما هي الأيديولوجية الفعلية التي تجمع نظام دمشق مع اليمين المتطرف؟ هل تحتاج الأحزاب اليمينية إلى أنظمة عربية مستبدة تتشابه مع بنيتها الفكرية؟ وكيف للمقاومة والممانعة أن تنصهر حتى الذوبان مع اليمين الغربي المتطرف؟ إنه السؤال الأهم، أليس كذلك؟ وبالرغم من كل عمليات التجميل والتحسين والتطوير والتعديل لم تحقق المهام. ولفتح النقاش في محورنا الثاني نرحب مجددا بسامر الياس الصحفي المختص بشأن الروسي، ضيفنا عبر خدمة سكايب من موسكو، وعبر الأقمار الصناعية من باريس نرحب بخلدون النبواني أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة السوربون. أبدأ معك سيد خلدون، كيف تقرأ زيارة نواب فرنسيين لنظام الأسد في هذا الوقت تحديدا في ظل كل المعطيات والظروف؟ طبعا هي ليست الأولى، لكن الظروف السياسية والميدانية في سوريا اليوم مختلفة. أهلا بك وبضيفك وبالسادة المشاهدين. نعم، كما ذكرت هي ليست الزيارة الأولى، هي زيارة متكررة يقوم بها اليمين المتطرف وبعض الجماعات في اليمين المتطرف التي تنتمي إليه مباشرة أو تكون قريبة منه لدعم نظام الأسد في قمعه للشعب السوري. هذه الزيارة تأتي أيضا ضمن سلسلة زيارات، وقد يكون التغير الآن الحاصل أو الوضع السياسي الحاصل على الأرض يدفع باتجاه محاولة إعادة شرعية الأسد أو تلميع صورته، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور الوسخ، واعذرني على هذا التعبير،
لكن هو هكذا، سوى مجموعات يعني تقوم على العنصرية وعلى كراهية الآخر وتدعم أنظمة يعني تقوم هي بذاتها بمثل هذا الدور. طيب ما هو الهدف من هذا الدعم سيد خلدون بالنسبة للكيانات والتشكيلات الفرنسية؟ ما الذي يربطها بنظام الأسد تحديدا حتى تدعم هذا النظام؟ يربطها شيء من انعدام القيم. اليمين المتطرف، واعذرني أنا يعني لن أتحدث بلهجة مجانية هكذا يعني كارهة لليمين المتطرف، ولكن اليمين المتطرف واليسار المتطرف أيضا عبر تاريخهما يعني قدم أبشع أنواع الأنظمة والسياسات والحركات والتوجهات القائمة. لنتذكر أن الفاشيات الأوروبية نفسها التي كانت في القرن مع بدايات القرن العشرين والتي تمخض عنها حربين عالميتين أو الحرب العالمية الثانية على الأقل، هي أنظمة قامت بشكل أساسي على يعني أيديولوجيا اليمين المتطرف، الحفر على الهويات القومية، وهذا يتقاطع بشكل أساسي مع بشار الأسد. هناك شيء يعني يمكن أن يتقاطع فيه اليمين المتطرف عموما في أوروبا مع روسيا بوتين حاليا ونظام بشار الأسد، وهو يعني العودة إلى القيم أو الهويات، ليس القيم، الهويات الدينية الضيقة، بمعنى الهويات المسيحية التي لا يني بوتين يذكر فيها ويريد حمايتها من الآخر. الآخر هنا هو ليس فقط المتأسلمين وإنما الإسلام عموما بهذه الصيغة للأسف. يعني هناك إذن يعني حفر على الهوية الدينية. اليمين المتطرف الآن هو يمين متدين، إذا أردنا هو يمين غربي مسيحي بالمعنى الذي يجعل من المسيحية هذا الدين الكوني دينا ضيقا يخص أوروبا، بمعنى المسيحية بصيغتها الأوروبية حيث يظهر المسيح بعينين زرقاوين. واللافت هنا أن نظام الأسد يقدم نفسه كنظام علماني. على كل حال أنا سوف أعود إليك سيد خلدون، لكن تماما وهذا ما كنت أريد الوصول إليه. أريد أن أنتقل نظام الأسد. سوف أنتقل للسيد سامر مرة أخرى، ضيفنا من موسكو. سيد سامر، هناك اتهامات كثيرة لروسيا بدعم أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام. اليوم هل تقف روسيا برأيك خلف تنظيم زيارات هذه الأحزاب لنظام الأسد بهدف كسر العزلة الدولية عنه؟ يعني بداية أنا لا أعتقد بأن الهدف هو كسر العزلة الدولية، لأن أعضاء من حزب اليمين المتطرف الأوروبي دائما يزورون سوريا. هناك أيضا طابور آخر وهو طابور النظام العلماني الذي يتحالف في محور الممانعة والمقاومة مع تنظيمات دينية عميقة، وهو أيضا يحبذ وله علاقات مع أحزاب اليمين المتطرف، علما بأن توجهه العلماني اليساري في الأساس يمنعه من فعل ذلك. هناك طابور كبير في البلدان العربية الذي يزور سوريا ويدعم نظام الأسد بالقتل، وهو للأسف اليسار العربي. وهنا نرى بأننا أمام عالم يعني تضيع فيه الفواصل بين اليسار واليمين بشكل يعني غريب. الجانب الروسي بطبيعة الحال هو يدعم ويبارك أي زيارات لليمين المتطرف أو لأي طرف خارجي لنظام الأسد حتى يفك العزلة عنه، ولكن لا أعتقد بأنه هو الذي نظمها. هناك أيضا اليمين الأوروبي المتطرف له مصالح بإعادة إحياء خطابه الموجه بالكراهية ضد اللاجئين. هو عندما يذهب إلى دمشق يقول انظروا نحن ذهبنا إلى دمشق لم نخاطر في حياتنا، الأمور عادت طبيعية، ولذلك هو يجهز نفسه من أجل شن حملة جديدة على اللاجئين السوريين الموجودين في أوروبا، ربما من أجل إعادتهم إلى حكم الأسد مرة أخرى، ومن أجل كسب أصوات يعني الناخبين الأوروبيين في الاستحقاقات المقبلة. وهذا ما تريده روسيا تحديدا ونظام الأسد، هو إعادة اللاجئين وهذا التقاطع المعلن.
نعم، طبيعي. الجانب الروسي ذهب إلى أوروبا في العام الماضي، ذهب إلى باريس وبرلين اللتين لم يرق لهما الطرح الروسي. ذهب رئيس الأركان الروسي وذهب وزير الخارجية وعرضا موضوع عودة اللاجئين، لأن عودة اللاجئين يريد يجب أن توفير بيئة له وهي إعادة الإعمار، ونحن نعلم بأن روسيا أو الصين أو جميع حلفائها غير قادرين على إعادة الإعمار في سوريا. هم بحاجة إلى التقنيات الأوروبية، بحاجة إلى أموال الخليج العربي، بحاجة إلى المانحين، ولذلك هم سعوا إلى إعادة اللاجئين كخطوة أولى من أجل تثبيت الحل السياسي حسب الرؤية الروسية في هذا الموضوع. ولذلك هي نعم في هذا المعنى هي تشجع ذهاب كل الأطراف إلى هناك من أجل الضغط على الحكومات الأوروبية والمجتمعات الأوروبية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. سيد خلدون، هل لهذه الزيارات أي تأثير سياسي أو اجتماعي أو بالشارع في دول أوروبا بخصوص ما يتعلق بهذه الأحزاب أو ما يتعلق بعلاقة هذه الأحزاب مع نظام الأسد؟ يعني كان يمكن لمثل هذه الزيارات لو حصلت قبل عقد من الزمن أن تثير حالة من الاشمئزاز والقرف الأوروبي من هذه التحركات التي يمكن اعتبارها فردية أو من خلال جماعات لا تلقى إقبالا شعبيا، لكن بكل أسف هناك ميل أوروبي اليوم نحو الشعبوية السياسية واليمين المتطرف، مما قد يجعل مثل هذه الزيارات يعني قد تلقى يعني قبولا على نحو ما. بالعودة فقط إلى ما تم ذكره، ليست يعني لم يعد خفيا علاقة بوتين روسيا بأحزاب اليمين المتطرف، كان قد مهد في إيطاليا لقدوم الحزب اليميني المتطرف، وكان قد شجع مارين لوبين والتي كان يفضل عليها فيون الذي كان أيضا يتقاطع ويريد جعل روسيا شريكا في السياسة الفرنسية، لكن بعد ذلك دفع بلوبين و دعاها إلى زيارة القصر في روسيا والتقى بها بوتين، وإذا كان هناك حشد دائم لليمين المتطرف في ألمانيا في النمسا في كل هذه القضايا. الآن يعني الشيء الملفت للنظر والذي يجعلني أعود إلى ما تفضل به ضيفك الكريم، وهو أن اليسار العربي اليوم أيضا يجد نفسه قريبا من الأسد، بمعنى آخر قريبا من اليمين المتطرف. لضياع البوصلة أصبح اليسار العربي يقف على يمين اليمين. يعني لا نستغرب، لم أعد أستغرب مثلا زيارة بعض من يدعون أنفسهم بمثقفي اليسار التونسي أو غيرها من البلدان بدعم الأسد أو بدعم يعني أو بإعادة إحياء ذكرى صدام حسين. لا، المشكلة أن اليسار هنا أضاع البوصلة تماما. طيب، وبدل أن تكون قيم اليسار هي الدفاع عن المستضعفين وقيم العدالة أصبحت الدفاع عن الدكتاتوريات. طيب بالنسبة لليمين المتطرف الأوروبي الذي يقوم بزيارة بشار الأسد، سيد خلدون، هل حققت هذه الزيارات أي نتائج داخلية داخل البلدان الأوروبية أو في بعض البلدان، أي فائدة للنظام السوري مثلا؟ لم تحقق، ولكنها محاولات مستمرة يسعى من خلالها النظام وهذه الأحزاب بشكل ما من إعادة يعني محاولة إحياء أو النفخ على هذا الجمرة الثاوية تحت الرماد، من أجل التذكير دائما بأن هذا النظام الآن يواجه القوى الظلامية وهو يدعم الغرب في محاربة المتطرفين الذين يعودون إلى الغرب بتفجيرات وإرهاب وبعقليات وذهنيات تسيء إلى الهويات الأوروبية الخالصة النقية إلى ما هنالك، وبالتالي هذه الزيارات تأتي ضمن هذه المحاولات. لا تفعل الشيء الكثير حقيقة، هي تظل لحد الآن رغم كل هذا الميل الأوروبي نحو اليمين المتطرف إلا أن الأمور لا زالت متوازنة، ومنطق العلاقات السياسية لا أظن أنه سيسمح بإعادة تعويم بشار الأسد ولو زاره كل اليمين المتطرف في العالم بما في ذلك اليمين المتطرف الإسرائيلي. أشكرك كثيرا خلدون النبواني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون، كنت ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من باريس.
وشكر لك أيضا سامر الياس الصحفي المختص بشأن الروسي، كنت ضيفنا عبر سكايب من موسكو. مشاهدين الكرام، الشكر دائما موصول لكم. بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة. تفاصيل أوفى تجدونها على موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.